سلام الله عليكم مشاهدينا، ومرحبا بكم في برنامجكم قهوة جرنان. تحية صباحية لكل متابعي هذا البرنامج، وأمنا إن شاء الله أن نلقاكم دائما بوافر الصحة والعافية. أهم ما جاء في صحفتنا الوطنية اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر الموافق ل22 من ذي الحجة. بداية بالنهار والحدث هو ترحيل حي الرملي. حي الرملي يعتبر من أكبر الأحياء القصديرية، إن لم يكن هو الأكبر على الإطلاق الأحياء القصديرية في الجزائر. قالت النهار يمتد على مساحة 30 هكتار ويضم أزيد من 5000 براكة، ترحيل 4000 عائلة والقضاء على أكبر حي قصديري في الجزائر. النهار قالت أيضا حي الرملي تحول إلى كولومبيا بسبب اتخاذه معقلا رئيسيا من طرف جماعات الإجرام. نجل جنرال في القوات البحرية متهم بسلب مقاول 1,150,000,000 سنتيم مثل أمس أمام محكمة بئر مراد رايس بتهمة خيانة الأمانة. في تسجيل صوتي قالت النهار تداولته مواقع جهادية، قيادي في القاعدة يعلن مقتل مختار بالمختار، و12 ألف هكتار بالدينار الرمزي لرجال الأعمال. حكومة تصادق على خارطة الحظائر الصناعية بالولايات لتجاوز أزمة النفط. هذه العناوين في النهار، إضافة إلى فارينة ممزوجة بالنخالة في خبز الجزائريين. الوزير قال هذا الإجراء يهدف لتفادي زيادة الأسعار وهامش الربح للخبازين. وقت الجزائر قالت مزراق يتهجم على الرئيس بوتفليقة، وبن غبريت تأمر بطرد المتقاعدين من السكنات الوظيفية. المحرر قالت لا زيادات في أسعار الخبز والمواد الأساسية. الوزير قال أنه وزير التجارة قال أنه سيتم تحسين هوامش الربح بالنسبة للخبازين دون أن يضاف أي سعر إلى الخبز والمواد الأساسية. الحياة الجزائرية قالت الجنرال بن حديد يؤكد أنا بخير والحمد لله. جريدة البلاد قالت جثث الحجاج المفقودين سيتم التعرف عليهم بالبصمة الإلكترونية، هذا ما كشفه وزير الشؤون الدينية. وعدوى التقشف تطال السفارات بالخارج، تقليص الموظفين الدبلوماسيين ودمج القنصليات. جريدة الموعد قالت كل مطالب النقابات ستلبى في 17 أكتوبر. حجار وحداد يقرران إنشاء صندوق من أجل دعم البحث العلمي ب50,000,000 دينار، 5 ملايير سنتيم. الوسط قالت إثر تراكم مطالب العمال الوزيرة فرعون تفكك القنبلة الموقوتة. وأيضا تحدثت عن نجل الجنرال المتهم بخيانة الأمانة في محكمة بئر مراد رايس. إلى التفاصيل والبداية بالنهار، هذا هو العنوان الرئيسي اليوم للنهار، ترحيل أكبر حي قصديري في الجزائر. النهار قالت ترحيل 4000 عائلة والقضاء على أكبر حي قصديري في الجزائر. قالت النهار ستشرع ولاية الجزائر بداية من الغد في ترحيل أكثر من 4000 عائلة تقطن بأكبر حي قصديري على المستوى الوطني، والذي يعتبر من أخطر أوكار الجريمة والمنحرفين في العاصمة والجزائر. وقالت النهار يتربع هذا الحي على مساحة 30 هكتار من الأراضي، في حين تم إقصاء أكثر من 1000 عائلة من عملية الترحيل بسبب امتلاكها لمساكن أو استفادتها من دعم الدولة سابقا. كما ستتابع هذه العائلات التي استفادت من سكنات أو قطع أرضية بمتابعات قضائية من طرف مصالح ولاية الجزائر. فحص الأديان لتحديد الجثث، جثث الجزائريين المفقودين في ميناء. قالت النهار شرعت السلطات السعودية في إجراء اختبارات الصورة والبصمة الوراثية وتحليل الحمض النووي للتعرف على هوية جثامين الحجاج المتواجدين بمصالح حفظ الجثث بالمستشفيات السعودية، حيث راسلت المملكة العربية السلطات الجزائرية من أجل مطابقة العينات المسحوبة من الجثث مع العينات التي يتم سحبها من أهالي الضحايا والبصمات المتواجدة في المعلومات البيومترية. رفع حالات التأهب الأمني لحماية المنشآت البترولية في الجنوب. قالت النهار كشفت مصادر أن اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني الذي قام بتنصيب العقيد للماس مصطفى قائدا جديدا للقيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورقلة، أمر كل وحدات الجنوب على مستوى إقليم تخصصهم بالرفع من جاهزية العناصر ميدانيا، وذلك لمواجهة أي خطر يهدد الأمن العام وسكينة المواطن
والاقتصاد الوطني. في خبر أمني أيضا، قيادي في القاعدة يعلن مقتل مختار بالمختار في غارة أمريكية. قالت النهار: أعلن قيادي بالقاعدة خبر القضاء على مختار بالمختار في تسجيل صوتي بعد أزيد من 3 أشهر عن نفي القاعدة لمقتل الأخير. في بيان وصف الأنباء التي راجت عن تصفية مختار بالمختار بالمغالطات، وقالت إن البيان يرد على بعض الأكاذيب المختلفة والافتراءات المتكررة. لكن تسجيل الإرهابي المكنى حسام عبد الرؤوف حمل إشارة واضحة لمختار بالمختار واستهدافه في غارة أمريكية، تماما مثل ما أعلنت عنه الحكومة الليبية المؤقتة بطبرق في 14 جوان السابق بأن مختار بالمختار قتل بأجدبيا شرق ليبيا. جريدة الخبر قالت: الأمير يتوعد الرئيس. قالت الخبر: شن مدني مزرق أمير ما كان يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا هجوم عنيف ضد الرئيس بوتفليقة، كونه رفض عودة مزراق وأتباع جبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة للعمل السياسي. وقال مزراق: مهما تكون الجهة أو المستشار الذي يقف وراء ذلك فإنه يدفعنا للرد بحدة، سنذكره بجوابنا في سنة 2009 إذا لم يتراجع عن موقفه سيسمع مني. هكذا قال مزراق ما لم يسمعه من أحد من قبل. جامعة خاصة في شهر مارس المقبل، قالت الخبر: أعلن رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية علي حداد عن فتح جامعة خاصة ستجتشن شهر مارس المقبل، في الوقت الذي تحدث عن فتح المنتدى لصندوق بغلاف مالي 50 مليون دينار سيوجه للبحث العلمي، تزامنا مع تأسيس لجنة مشتركة مع وزارة التعليم العالي لتسهيل تربص الطلبة في المؤسسات الاقتصادية. وقال حداد: هذا المشروع سيدشن شهر مارس وسيقدمون، هو الإعلان الذي لم يعلق عليه وزير التعليم العالي الذي اكتفى بالقول إن القانون الجزائري يسمح بفتح جامعات خاصة. جريدة وقت الجزائر قالت: بن غبريت تأمر بطرد المتقاعدين من السكنات الوظيفية. قالت وقت الجزائر: قامت وزيرة التربية نورية بن غبريق بتوجيه تعليمة وزارية شديدة اللهجه إلى مديري التربية عبر مختلف ولايات الوطن، دعت من خلالها شغلي السكنات الوظيفية في القطاع المتقاعدين منهم إلى إخلاء سكناتهم في أقرب الأجل. وأوضحت التعليمة أن وزيرة التربية نورية بن غبريط رفعت هذه المرة من لهجة التهديد، حيث وصل الأمر بها إلى حد إيقاف معاشات المستخدمين المتقاعدين في حال رفضهم الاستجابة للقرار والخروج من المساكن الوظيفية. جريدة البلاد قالت: عدوى التقشف تطال السفارات بالخارج. قالت البلاد: تلقت التمثيليات الدبلوماسية بالخارج تعليمات تقضي بترشيد النفقات وإلغاء بعض المصاريف الخاصة بشراء الإقامات للسفراء وإقامات سفارات جديدة، إلى جانب تجميع بعض القنصليات في إطار سياسة التقشف المعتمدة من طرف الحكومة. وأشارت مصادر أن التمثيلات الدبلوماسية مطالبة كغيرها من مؤسسات الدولة باعتماد سياسة التقشف وترشيد النفقات، وهي مطالبة أيضا بتخفيض ميزانية التسيير إلى 20%. الحوار قالت على لسان عبد القادر مساهل: ما يروج عن فتح الحدود مع المغرب مجرد إشاعات. قالت الحوار: كشف وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل أن الجزائر أصبحت نموذجا في المصالحة وفي محاربة الإرهاب والتطرف العنيف. كما تطرق مساهل إلى الحوار أيضا في ليبيا وإلى عدة ملفات إقليمية وعالمية، وأكد أن من يروج للإشاعات المفبركة التي تصبح فيما بعد معلومة لدى آخرين، مضيفا أن القضايا المتعلقة بالحدود والأمن وفي حالة وجود أي مستجدات، قال أمساهل، فإنها ستكون عبر تصريح في قنوات رسمية وعبر مصادر رسمية. وقال: لما أغلقت الحدود سنة 1994 كان هناك تصريح رسمي وتناقلت الخبر مختلف الوسائل الرسمية. المساء قالت: عصرنة الإنتاج بالتكنولوجيات الحديثة. قالت المساء: دعا مدير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم مبارك عبد الغني أمس أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تنظيم أنفسهم على فروع صناعية تتماشى ونوعية نشاطهم، وهو ما يسمح بدفع عجلة التنمية الصناعية واستبدال مداخيل البترول بمداخيل المنتجات الصناعية التي يجب أن تستجيب لطلبات السوق المحلية والدولية. كما حث
مبارك عبد الغني قالت المساء العارضين على وجوب عصرنة سلسلة الإنتاج واستعمال التكنولوجيا الحديثة للنهوض بعجلة التنمية. في الصحافة الناطقة بالفرنسية لسواغ دالجيري قالت خالد نزار يخرج عن صمته وينفي دوره في قمع احتجاجات 1988 من الخامس أكتوبر. قالت لسواغ خرج الجنرال الجزائري المتقاعد خالد نزار عن صمته لينفي عن نفسه تهمة قمع المتظاهرين إبان احتجاجات 1988 محملا كلا من الرئيس الأسبق محمد الشاذلي بن جديد وقائد الأركان الأسبق أيضا الجنرال بلهوشات مسؤولية توجيه أوامر في هذا الشأن. ونشر الجنرال المتقاعد وزير الدفاع الأسبق خالد نزار أمس رسالة موجهة للرأي العام على موقع الجيري باتريوتيك تعقيبا منه على اتهامه مؤخرا من قبل الضابط السابق المبعد من سلك الشرطة خالد زياري بكونه هو من وجه أوامر لقتل المتظاهرين خلال أحداث أكتوبر 88. صحيفة ليبرتي قالت تزايد حالات الاختطاف والاعتداء على الأطفال وقالت يجب رفع حالات التأهب. تجددت في المدة الأخيرة قالت ليبرتي مخاوف الأمهات والأهل بشأن مصير أبنائهم والذين تحولوا إلى ضحايا تترصدهم الأنفس الخبيثة والمجرمة وهو ما رفع معدلات الحيطة والحذر في المحيط. إذ إحصائيات خطيرة كشفت عنها عميد أول للشرطة مسعودان خيرة رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة للشرطة القضائية حيث أكثر من 8940 وقعوا ضحايا العنف وأكثر من 2400 من ضحايا الاعتداء الجنسي بلغت من جونفي 2014 إلى أوت 2015 فيما وصلت حالات اختطاف الأطفال إلى 52 حالة بينما وصل عدد ضحايا القتل العمدي إلى 12 حالة في الأسرة والمدرسة. الأخبار المحلية آخر ساعة قالت لجان خاصة للتحقيق في جميع التعديات على العقار بعنابة قالت آخر ساعة كشفت مصادر رفيعة المستوى بأنه تم تشكيل لجان خاصة للتحقيق في عمليات الاستيلاء على الأوعية العقارية التابعة للدولة بعنابة وإحصاء وتحديد الأوعية المتوفرة التي يمكن استغلالها في إنجاز مشاريع استثمارية خاصة بمناطق التوسع السياحي. ومن أهم المناطق المعنية بالتحقيق قالت آخر ساعة لتحديد جميع المستحقات أو المساحات المتوفرة وتحديد صيغة وأصل ملكية جميع تلك الأراضي بغرض وضع استراتيجية لانطلاق خارطة جديدة للاستثمار. الوصل قالت معاناتكم مع قارورات الغاز ستنتهي قبل نهاية 2016. قالت الوصل وأخيرا تنفس سكان دوار المهدية بوادي أتليلات بوهران الصعداء بعد ربط سكناتهم بشبكات الغاز الطبيعي وإنهاء معاناتهم مع اقتناء قارورات غاز البوتان خاصة وأننا على مقربة فصل الشتاء أين يصبح الحصول عليها ضربا من المستحيل في ظل ندرتها. وهي العملية قالت الوصلة استفادت منها أمس 300 عائلة تقطن بدوار المهدية. وزير التجارة بختي بالعايب في تصريح اليوم وزير التجارة قال سنقوم بتطبيق إجراءات من أجل تحسين هوامش الربح للخبازين دون اللجوء إلى رفع سعر الخبز المحدد قانونيا عند 8.5 دينار جزائري. وقال الوزير لا توجد أي نية لدى الحكومة في الرفع من سعر الخبز ويتم توجيه نوع خاص من الفرينة المدعمة بألياف مصنوعة من القمح الكامل لصناعة الخبز. وقال الحكومة أعطت موافقتها على هذا المقترح وسيتم عقد اجتماعات مع اتحاد التجار ابتداء من الأسبوع المقبل لدراسة كيفية تطبيق هذا القرار. بالتصريح نختم معرض الصحافة شكرا على الإصغاء والمتابعة.